الأول كانت كفيلة بخروج المباراة أو بنهاية المباراة من شوطها الأول. قال سعيد جدا بأداء النادي الأهلي في مباراة اليوم، ولكن عندنا الأفضل خلال الفترة القادمة. قال أيضا في الأسئلة لما حد بيسأله، بالمناسبة أنا بس عايز أوجه حاجة للمسؤولين عن التنظيم في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. الأمور كل الإيفنتات اللي فاتت كانت ماشية بشكل رائع جدا، فأنا بس عايز أضيف حاجة. نحن من حقنا كمشاهدين للمؤتمر الصحفي ان احنا نسمع صوت اللي بيعمل السؤال او اللي بيقول السؤال. الصحفي اللي بيسال السؤال محتاجين بس نسمع صوته، لان احنا في اوقات كتيره جدا بنقعد نخمن بقى السؤال من اجابه الراجل. فمن بعد اذن حضراتكم لو ممكن يبقى في مايك يدور على الصحفيين او على الصحفي اللي هيسال السؤال، علشان بس الناس المشاهدين او الجمهور المشاهد للمؤتمر الصحفي يسمع صوت الصحفي او يسمع السؤال. الصحفيين اللي بيبقوا متواجدين غالبا ما بيسالوا الاسئله اللي الناس كلها نفسها تسمعها ونفسها تسال فيها. فمن فضل حضراتكم في هذا الموضوع، هو بس نقطة كده عايزين نقولها لأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم أو لجنة المسابقات اللي ليه علاقة يعني بموضوع المؤتمر الصحفي أو الشركة الراعية. نتمنى أن يتم تدارك هذا الموضوع خلال الفترة القادمة. معلش تاني حاجة بقى، وأنا مش هحط راسي في الرمل، أنا مش هحط راسي في الرمل. النهاردة التصوير سيء جدا 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 جدا. المسؤول بقى عن التصوير اخراج بقى ما مش معرفش مين، انا مش راجل بتاع اعلام عشان اقول ده او ده، لكن النهارده واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه الكل ابدى استياءه الشديد من اللي حصل النهارده في ملعب المباراه لمده تقريبا 10 دقائق. احنا مش شايفين الكوره، انا اول مره اشوف ماتش بيتلعب على زوم على عدسه قريبه جدا من اللاعب لوحده، مش شايفين بقيه اللاعبين. فالحقيقه النهارده يا جماعه من فضل حضرتك احنا يعني الانتقاد ده موجه لينا، لان او اللي كان مسؤول عن الاخراج في هذه المباراه، لانه الحقيقه احنا عندنا مخرجين عظام وكبار جدا وعندنا كاميرات وحاجات جميله جدا جدا جدا. فلماذا لا تظهر الصوره بشكل جيد؟ لماذا لا تظهر الصوره بشكل جيد للمشاهدين؟ بالمناسبه انا بتكلم هنا باعتباري احد المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه، كابتن شريف وكابتن بلال وكابتن ماهر قاعدين يعني شدنا شعرنا. ما احنا عايزين نعرف الدنيا ماشيه ازاي والموضوع بيعمل ازاي. اكيد كل جمهور النادي الاهلي وقاعد بيتفرج على المباراه او جمهور الانتاج الحربي وقاعد بيتفرج على المباراه اتضايق جدا من هذا الموضوع. عندنا مخرجين عظام، عندنا كاميرات تصوير رائعه، عندنا اللي بيقفوا خلف الكاميرات ناس مسؤولين وكبار جدا ورائعين جدا. فلماذا تظهر الصورة بهذا الشكل؟ نرجو التوضيح. حاجتين بس هم دول حابين ان احنا نقولهم، لانه في النهاية المؤتمر الصحفي ده عشان الناس تعرف المدير الفني بيفكر ازاي اثناء المباراة وللمباراة اللي بعدها او للفترة اللي بعدها. فمحتاجين نسمع صوت الصحفي اللي بيعمل السؤال. والحاجة التانية التصوير 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 الاخراج الاخراج الاخراج. قال أيضا رينيه فايلر